يعني يعني انت راجل لعبت في كاس العالم، عمرو جنايه لعب في كاس العالم، انت جبت جول في كاس العالم، فضل جاب جول في كاس العالم. احنا ما صدقنا ان هو نسي الجول بتاعه. ملهاش دعوه دي. ابراهيم ثانيه واحده، ابراهيم سعيد ده من احسن لعيبه اللي انجبتهم مصر حبيبي. انا بقول لا، انا ليه انا جايبك عشان كده. احسن لعيب ليه بقى؟ بيلعب ليبرو وخط الوسط. اه يلعب صح، دي حقيقه، دي حقيقه. وبيلعب وبعدين هي تقول له اقف جول، يقف جول خلاص. احرف من انجبته مصر في الكره المصريه دي كلها خلاص. ما تقارنش بقى فضل و ودبر والسفر ودايما الاسماء دي والاشياء. بس هو هو برضه ايه، ما بيليه من احسن من لمس كره قدم، لكن ما كانش لا بيعرف يدرب ولا بيعرف يتوقع حتى نتائج. ده مين ده؟ بيليه بيليه بيليه. اللي جاب بيليه دلوقتي؟ احنا بنتكلم على بشالوس. لا انا بكلمك على على الحرفة يعني. الحرفنه مش هي معناها انه يبقى كويس في في في, في التدريب، يبقى كويس في اختياره للاعب. يعني قصدك ايه يا كابتن مجدي؟ يا كابتن مجدي يا كبير. لا يعني يعني مرتضى ما لعبش كوره. لكن الراجل اللي بيدير نادي الزمالك. لا كابتن فتحي يعني انت بتدير اكبر اكبر نادي. يا استاذ مرتضى، يعني استاذ مرتضى هو بيقول لك مش كوره. لا اسلام، لا اسلام، لا كنت كابتن فتحي مبروك في فريق كليه وجامعه. لا 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 يا كابتن اتفضل. بس انا مبروك عليك يا استاذ الشارقة. مركزك ايه؟ بقول لك ايه، انا كنت جامعه القاهره برضه. ابراهيم سعيد بيسالك كم مركزك يا استاذ مرتضى؟ انا من وجهه نظري انت مهاجم. انت بتلعب في كل يمين. مهاجم. اقول لك، طب اقول لك سر بقى. انا وجهه نظري ان انت كنت بتلعب في كل المراكز. ومره اقول لك، اقول لك بقى، اقول لك، اقول لك سر، اقول لك سر. اتفضل اتفضل. ثواني ثواني اقول لك سر. المساك بتاع فريق الكليه والجامعه عارف مين؟ كان مين؟ المستشار شعبان الشامي اللي حكم على محمد مرسي رئيس محكمه الجنايات. هو بقى المساك بتاعنا. عايز مني حاجه ثانيه يا استاذ مصطفى؟ يعني انت مركزك ايه في الملعب بس؟ ما انتهش. ما قال لك كان جناح يمين الراجل. هجوم يعني يا عم، مش حل ده والله. كان بيقف جناح يمين، عايزين ايه منه؟ ده شويتين ويطلع يقول لك انا كنت هداف الجامعه كلها. لا يعني لا 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 خالص، ولا هداف ولا حاجه لا هو الراجل قال لك انا لعبت. بص يا مجدي، مجدي مجدي بص، انا كنت بلعب ملاكمه وبلعب كوره في الجامعه. ملاكمه؟ ايه اللي جاب الملاكمه ولا الكوره؟ عشان كده انا كده اتكسر وده روح لعبت كوره. الواد الواد اسلام يطبل لك. والله انا عمري ما اطبل لحد. عمري ما اطبل لحد. ده هو اكتر واحد عارف انا يعني لا بطبل لحد ولا عمري هطبل لحد. ما انت عمال تقول لا هو الراجل رياضي. ما هو واحد يعني انت هتكدبه ما تكدبه انت على الهوا. انا ما اقدر اكدبه. طيب يبقى مش انا اللي بطبل بقى. اهدى مجدي اهدى. اتفضل يا جميل. انا بطلع كل يوم، انت عارف بعمل جوله في النادي كل يوم، فبيبقى حواليا معايا. الو؟ ايوه سامعيني. اه بيبقى معايا مثلا المدير الاداره الهندسيه والنائب وعلاء مالد واسماعيل يوسف ماشيين مع بعض خلاص. انا باخدها من الحمديه الشاذليه لغايه سفنكس، هم حوالي 4 كيلو تمام. فانا ماشي بقول ده اعمل كذا اعمل كذا، وبعدين في اخر الجوله اقول ولا ايه رايك يا اسماعيل؟ ببص ماليش حد خالص معايا. كلهم قعدوا بقى لهم مثلا 2 كيلو تعبوا تعبوا وقعدوا وقعدوا صح؟ اه والله. ما بيني وبينك اسماعيل جري كتير قوي وهو بيلعب في حرامية، تمشيه كل ده كمان برضه يعني. طب ينفع ينفع علاء مقلد اول مسطره يقعد عليها؟ او اللي هو علاء مقلد برضه ما يعتبر يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديله اول مسطره والمصحف تمام. فمن ناحيه الرياضه الحمد لله انا رياضي. انا بشكركم جدا. بشكرك ربنا يخليك. الزمالك المحترمه ان واقفه ورا فريقها. وبقول للناس اللي احيانا بتكتب على الصفحات اصل الاداء، ما تكلمنيش عن الاداء دلوقتي، انت عندك ماتش كل 48 ساعه سواء اهلي او زمالك او المصري او يعني يعني لا ما تكلمش عن الاداء. كلمني النهارده انت بتحصد نقط وخلاص. ابتدي تكلمني عن الاداء بعد البطوله الافريقيه لما يبدا الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكرك طبعا. شكرا جزيلا.